السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. أنا مازلت اليوم مازلت غدوة نقول نفتخر بإبن بلدية تاعي عين تادلس، وهو جامع بالماضي. يعني نتكلموا على نقاط ونقطة إلى السطر، وين جمع بالماضي بشخصيته القوية يفرض رئيس اتحادية، وين أبعد كل من يريد التقدم الاتحادية الجزائرية. يعني على بالنا اشتكاين، ولا بالنا شاصرة، ولا بالنا كلش. حنا نتكلموا منذ نشأة كرة القدم، ومنذ أن أصبحت تسيرها جمعيات رياضية، ورغم المستوى الذي وصلت له هذه الرياضة الشعبية، يعني حتى وين كرمالي الله يرحمه وين دا كأس إفريقيا، يعني ما طردش كزال ولا طرد منه ولا خلى كزال ولا اللي جا خدم معه نورمال، يعني ما كاش كاين مشكل. ما كناش نسمعوا سعدان وين كان 45 مليون جزائري يقول له سعدان جي الشعب معاك يا سعدان الى الامام. سعدان في مصر وين ذيك الصحفيه كيسموها قالت له يا بالك، كانت 12 تاع الليل، قالت له يا سعدان قول كلمه للشعب. الشعب قاع راح يرقد، قال لهم فيها خير. الشعب قاع راحوا يرقدوا، قاع الناس راح ترقد. صحيح قال لهم فيها خير في مصر، مي خسرنا 2-0. خرج سعدان قالت له الشعب قاع راه يقارع، قال كلمه بر قال لهم فيها خير، الناس قاع راح ترقد. صحيح سعدان قال فيها خير، لم يتجرأ وفرض اي واحد. احنا الله يسهل، احنا دروك كيما يقولك ثقه كبيره، والمسؤوليه راهي عند جمع بالماضي باش يدينا الكأس العالم. احنا رانا مرجمة بالماضي، انا واحد من الناس راني مرجمة بالماضي. دبر راسو، هو يدينا كأس العالم، هو اللي يكتب للفيفا، هو اللي يراسل للفيفا الا كنا محقرة، هو اللي يدير كلش، هو كل في الكل. يعني ماشي غير نخسرو ولا نديرو ماتش نيل نحصلو في اربيت، ما ندوهاش حجة. دروك كنا نقولوا بكري الحمان، كنا نقولوا لي ستادم دودانين، كنا نقولوا الرطوبه، كنا نقولوا من اليوم اصبحنا نلعبوا في افريقيا على 7 تاع العشيه، على 8 تاع الليل. يعني دروك الحجج هذو كاع راحوا، تاع الرطوبه تاع الحمان تاع منا، خاطش على الاعلام الجزائري وبعض الناس اللي كانوا في اليوتيوب في الفيسبوك يقول لك بكري كانوا يحشونا بالرطوبه ويحشونا بالحمان ويحشونا. دروك ما بقى لا روبط، اما لما تكذبوها الناس حجه باللي كي نخسروا ولا نديروا ماتش نيل تقولوا لنا لي زاربيت، ما ديروها الناس حجه. راكم ساهمين واش راكم ساهمين؟ حنا راه عندنا جمال بالماضي، مرتبه رابعه عالميا، يعني الكلمه تاعو مسموعه في الفيفا. وزيد انفرتينو هدر علينا وقال لك يجب ان نحترم المنتخب الوطني المنتخب الجزائري، يعني راهي كاينه مراقبه عليه كبيره ان شاء الله بربي، وان شاء الله يكون الخير. نعاودوا نولوا نتكلموا منذ نشأة كرة القدم، ومنذ ان اصبحت تسيرها جمعيات رياضيه، ورغم المستوى الذي وصلت له هذه الرياضه الشعبيه، لم نسمع او نرى أن مدرب منتخب وطني في دولة ما أن تجرأ ونصب رئيس فيدرالية أو تمت مشاورته من يقرر انتخاب أو تعيين رئيس الاتحادية، لنلج إلى إنجازات مدربين الذين صنعوا أمجاد بلدانهم وحملوا أغلى كؤوس في هذه اللعبة من المدرب الإسباني الذي حاز على كأس أمم أوروبا مع أقوى منتخبات في العالم سنة 2008 ليختتمها بكأس الغالية كأس العالم 2010،
و2000 وموراها فانك زادوا الدواء، داو كوب دي كوب دوروب كوب دي موند كوب كوب دوروب. ولم يتجرأ على دولته في تعيين رئيس اتحادية إسباني لنمر إلى فرنسا التي يقدسونها ويضربون بها المثل بها وتعتبر جنتهم الأولى والأولى. والأول مرة في تاريخ تحوز فرنسا على كأس العالم سنة 1998 بأقدام الجزائري الأصل، وأصبح زيدان أسطورة كروية في فرنسا. يؤكد وين الفرنسيين كانوا يعبدوه، يعني من وين فرنسا، ولم يتجرأ في إقالة أو فرض مدرب، ولم يتجرأ مدربي إيمي جاكي في فرض رئيس اتحادية فرنسية. ولما عانق ديدي ديشون كأس الغالية كلاعب ومدرب سنة 2018 بمونديال روسيا ليصبح ثالث رياضي في العالم يحصل على كأس العالم، لم يتجرأ على فرض أو رفض رئيس اتحادية. والأمثلة كثيرة في دول أوروبية متطورة. لنمر إلى الدول العالم الثالث وخاصة إلى الدولة الشقيقة، وانحاز مدربها على 3 كؤوس إفريقية متتالية لسنوات 2006 2008 و2010. ولم يتجرأ حسن شحاتة في رفض أو فرض رئيس اتحادية، وإن رحمة الله عليه سمير زاهر، بل تمت إقالة هذا المدرب المنتسب بثلاث كؤوس إفريقية لأنه لم يستطع التأهل تأهيل المنتخب المصري لمونديال جنوب إفريقيا. هنا المفارقة، ليطل علينا مدرب المنتخب الجزائري ذو شخصية قوية وذو شعبية جارفة، الذي أصبح الأمر الناهي في تحديد من يكون على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. يزكي من يريد ويرفض من يريد ليستمع، يعني وين نقولوا الى احنا المهم نقولوا باللي وين هو شاف هذا الشاف هذا رئيس الاتحاديه زتشي، وين وفر له كل شيء من حقه، احنا عطيناكم، هو من حقه، هو يتحمل المسؤوليه، يعني جمع بالماضي يتحمل المسؤولية الكاملة في المنتخب الوطني الجزائري. أنا نفتخر به وابن الجزائر، بصح يتحمل المسؤولية الكاملة. يا سي بالماضي ما تحشمناش، رانا قلنا ولد بلادنا ومنا وراجل، ويفرض يفرض يزكي من يريد ويرفض من يريد، أما لا ما تحشمناش. راك تشوف حنا رانا معاك، كاين أمور تلعبت في الكواليس ونعرف واش تا كاين. نعرف بزاف صوالح، نعرف بزاف صوالح، بصح هذا الوقت رانا ساكتين. نعرف بزاف صوالح، نعرف كونتينر تاع صوالح، بصح رانا ساكتين. هذه اللي نقولها لك، رانا ساكتين ووحدة وحدة. حنا الحاجة اللي نتمناها نتمناها كاليفو، خاطش علاه حملت مسؤولية ماهيش تاعك. انا نقولها لك خاطش حملت مسؤوليه والله ما يتاعك. خلينا بعض الجمهور الجزائري يقول لك لا، وعلى تقولوا جما بالماضي، يعني راهي باينه الناس هي ساكته، انت الناس كاع على بلاش كاينه، الناس كاع على بلاش كاينه. انا نقول لكم ش كاينه، انا بيطوم ما تكذبكمش الخلعه والقلعه، باش ما تقلع باش ما تخلعوش. حنا رانا نقول لكم برك هذا مكان، حنا ما راناش نتاخذوا في جامع بالماضي، حنا غادي نحمو جامع بالماضي، نوقفوا مع جامع بالماضي، يعني وراه يشرف فينا
وان شاء الله بربي هو اللي كما يقول لك الرئيس الاتحاديه اللي يجي يكون عند حسن ظن جماه بالماضي. هذه هي قد جماه بالماضي ولا يعطى نقاط باش يكون على بالكم، وان شاء الله يكون في خدمه جماه بالماضي.